جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، معلوم أن الله تعالى أعد لأهل الجنة من الرجال نعيما عظيما ومنه الحور العين، فما للنساء بالمقابل لهذا؟ السائل امرأة الله. الله أعلم، الخط دقيق. وهل المرأة في الدنيا إن دخلت الجنة تصبح خيرا من الحور العين أم لا؟ الجواب إن شاء الله إذا دخلنا الجنة علمناها، هذه واحدة. الشيء الثاني، إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فأنا ضامن لكل امرأة دخلت الجنة أن هذه الآية تنطبق عليها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهي خالدة فيها. وقال الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يشمل أزواجهم من الحور وأزواجهم من الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في شغل، يعني به الجماع، فاكهون متنعمون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، فلتبشر المرأة إن شاء الله أنه سيكون لها قرة عين في جنات النعيم. نعم، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.